منك جعل عدوك ينساك. شمورك ساك مرتاح؟ أبشرك على وجهك. اندفاعي صدامي زعله يوضح، ما تقدر تكتم، تحب تنظف بدري بدري، صح ولا أنا غلطان؟ وجهة نظر احترمها غصبا عنك الاحترام. لا. يعني منتهي من الشهادة، لكن أتكلم أنا عن هل كلامي اللي قلته صحيح ولا غير صحيح؟ أولا أعقب على ما في شيء غصب، ثانيا وجهة نظر احترمها. أوكي تم الاحترام. سم. كلامي صحيح ولا خطأ أو بعضه صحيح؟ ربما. يعني قال لك الحين شخصية رمادية ما تعطي أو لا؟ لا والله مو بالرمادية. هل أنت اندفاعي؟ لا. إيه؟ عصبي؟ لا. تنظف بدري بدري، ما تحب تشيل في قلبك؟ قلبي دائما نظيف، ما أحب أشيل. قلبك نظيف؟ نعم. متسامح جدا. متسامح جدا. ما أدري، ما 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 أشعر أنك صادق في الجزئية هذه. قل لي ليه. ليه؟ لأن اتضح لي زعلك في أحد المواقف وكان وجها لوجه في الأيام هذه اللي في البرنامج. حلو. يعني ما حاولت أنك على قولتهم تخفي وتمشي وتكمل، أنت جالس تخسر أول بأول. يعني في ناس يا نواف أكيد ما عد لك معهم خط رجعة قطعته، والذكاء في الإعلام وفي الحياة بشكل عام أنه يكون لك طريق رجعة مع كل الأشخاص، أعدائك قبل أصدقائك. تأيد هالكلام ولا لا؟ أنا من وجهة نظري. تأيد ولا لا؟ تبي وجهة نظري؟ طيب تأيد ولا لا؟ لا. نصيحة أيد. وجهة نظرك. نصيحة أيد. أنت بتفرض علي وجهة نظرك. نصيحة أيد. مؤيد. مبروك لانضمام البرنامج. مبروك يا نواف، رحلة آمنة إن شاء الله. جواك الله. الله يبارك فيكم جميعا.